ففي الدورات الرمضانية ما تنساهوش. لا في الدورات الرمضانية يعني كنا بنلعب مثلا، حكاية الدورات الرمضانية دي كانت في كل حتة، ما كانتش مثلا مرتبطة بنوادي، كانت في تبقى في ساحات في أماكن. حتى عندنا لما يعني نرجع تاني، لما كان زمان كانت في الصعيد مثلا الأراضي مش متسفلتة، ما عندهاش أسفل ايوه السفل، فبتبقى بمجرد بتعمل مكان فيه مسافلة بيبقى كنا بنلعب كرة شراب. يعني كرة الشراب دي كانت بتبقى متعة، ايوه فكنا بنلعب كرة شراب غالبا يعني، فكلنا بنلعب كرة شراب في الفترة دي. ف اسماعيليه والقناه كانت كرة التنس. كرة دي برضه في نفس الوقت يعني ايوه ممكن تبقى بطولة معمولة في رمضان على كرة التنس أو كرة شراب، فكنا بنلعب كرة شراب. وبعد كده مثلا يعني كان معانا واحد من العيلة كنا بنلعب، احنا دايما كان بتبقى ايه تنافس عندنا، زي ما تقول ايه هنا بيسموها حارة مع حارة أو حي مع حي، نفس الكلام كده عندنا كانت نظام شارع، مع الشارع ده بيلعب الشارع اللي قصاده الناحية التانية، فكنا البطولات دي بتبقى موجودة أو مؤسسات، يعني مثلا مؤسسة كذا بتلعب مؤسسة كذا، فيبقى في التجمع ده في البطولات. فكان يعني مباراة بنلعبها، فكان يعني ابن خالتي الله يرحمه كان واقف ورا في الدفاع بالنسبة لي، وأنا كنت بلعب مهاجم يعني، فاللي قدامي كان بيلعبني واحد بلعب عليه شوية، فبدأت بتحرك بالكورة مرة واثنين ثلاثة كده وجاي اتحرك منه، فأتاري هو كان مصر ان هو يضربني يعني يضربني، ففضل يضرب في رجلي دي لغاية ما رجلي وقفت، يا رب. فأنا وقفت رحت نازل واقع على الأرض، فما شفتش بقى ابن خالتي جه من ورا الله يرحمه يعني، وفضل في اتقلبت بدل ما كانت مع مباراة كرة قدم يا ربي، بيت بقت صعبة قوي. بيت مشكلة كبيرة جدا، وعدت بعد كده ولعبنا بعد كده عادي يعني، شباب بيخلص ساعتها وخلصت الحمد لله يعني. في البيت كانوا عندي مانعينك من لعب الكورة فين؟ في الصعيد؟ زمان 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 كان الوالد يجري وراكي ما بيدورش على الكورة زي دلوقتي يعني، زمان لما كنا نلعب كوره يقول لك لا ده الولد ده ملهوش مستقبل، لكن دلوقتي الوالد بتلاقيه جايب الولد وجايبيه يعني. انا حتى من عندي في الصعيد يعني في ناس بتكلمني يقول لي انا معايا ابني كويس جدا ولازم تشوفه لازم توديه نادي، طب سنه كام سنه؟ يقول لي ده عنده 8 سنين. 8 سنين؟ طب 8 سنين هتوديه فين ومين اللي هيراعيه؟ تمام. يقول لي لا اصلي معاه مش عارف ابن عم مين، ازاي يعني؟ فكان صعب جدا عندنا ان الوالد يسيب ابنه، لازم يدور على الدراسه الاول، ولما انت طبعا يقول لك بعد ما تخلص الدراسه بروح، طب امتى هخلص الدراسه فيها يعني؟ مواهب خلاص حلوة، سني عدى يعني، سعيد فيها مواهب فيها مواهب طبعا.